معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاكم توته مراد. طبعا طلبتوا حلقه خاصه لمرضى السكر او الناس اللي عامله يعني نظام غذائي او الناس اللي بتحافظ على وزنها او الناس اللي مانعه النشويات عشان ما ترفعش مستوى السكر في الدم. فانا قعدت ايه بقى انخمخ كده واشوف ايه اللي ممكن اعمله يبقى بديل للنشويات. ايه موضوع بديل النشويات؟ طيب الناس دلوقتي مثلا اي حد مريض سكر بيقلل جدا من الرز والعيش والكلام ده كله. فانا مش عايزه ان ندخل في دايره ان احنا يبقى في ممنوعات او ان انا ادخل في دايره ان انا مش هقدر اكل رز او انا مش عارف اكل رز فانا متضايق. فجالي كام يعني اعتقد تليفونين الحلقه اللي فاتت قالوا لي عايزين يا توتا يعني هم كانوا مرضى السكر ربنا يعافيهم ويرفع عنهم عايزين اكلات لمرضى السكر نغير مفهوم عن المشوي والمستوي والحاجات اللي هي التقليديه. فانا بقى ايه قعدت اقرا كتير جدا عن الموضوع ده ولقيت ان احنا ممكن نعمل بديل للرز بالارنبيط. حد هيستغرب يقول لي ايه علاقه الارنبيط بالرز؟ انا هفرمه واخليه زي الرز بالظبط، هتبله توابل بسيطه، هديله بصل وثوم وشويه زيت زيتون، والله والله طعمه خطير. يعني عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا. الناس اللي بتقرا في المواضيع دي او الدارسه هتبقى فاهمه اللي انا بتكلم فيه. طبعا انا مش دارسه في قصه التغذيه لكن جربته طلع فعلا روعه ونفس شكل الرز بالظبط. وهعمل جنبيه صدور مشويه بالليمون والزبده، هتاخد نسمه زبده كده بسيطه، تتبيله حلوه قوي، ميكس الاكلتين مع بعض بشويه سلطه، هتبقى عندي الامور ماشيه بصوره حلوه قوي. كمان هدخل الفاصوليا، اقروا عن فوائد الفاصوليا لمرضى السكر هتلاقوا فوائد كتيره جدا. كفايه رغي بقى وتعالى ندخل على طول نشوف هنعمل ايه. بديل الرز انا هسميه بديل الرز او رز الارنبيط، تمام؟ يعني مش هيفرق المسمى في الاخر، انا عندي حاجه شبه الرز بالظبط نتيجتها فوق الروعه. جربوا حتى في ربع ارنبيطايه وشوفوا قد ايه هتتوهموا بالطعم وبالشكل، يعني خطيره. طيب معايا 6 كوبايات ارنبيط مفروم، هجيب الارنبيطه بتاعتي لو فيها اي جزء لونه مغير هشيله، هغسلها كويس قوي، مش هاخد اللي جوه ولا هاخد القطع الناشفه، هاخد كل الزهره بتاعتي من بره. هفرمها في الكبه او هبشرها بالمبشره، يعني دي او دي مفيش مشكله على حسب انت حابه تعمليها ازاي. هتبقى عندي بالشكل اللي انا هوريه لكم ده. بصوا عندي يعني كل اللي داخل فاكر ان ده رز اصلا واحنا شغالين. بصوا الشكل عندي عامل ازاي؟ اهي رز في نفسها خالص، لما كمان تتشوح عايزه اقول لكم فيها ميزه، مش بتاخد وقت خالص على النار، 7 دقائق بالظبط وبتبقى جاهزه عندي. قلنا 6 كوبايات من الارنبيط المفروم، معايا بصل، بصلايه مفرومه صغننه كده احمر او ابيض، فص ثوم مفروم، شويه زيت زيتون، رشه كمون طبعا عشان الارنبيط ما يتعبلناش القولون، رشه شطه دي اختياري ممكن ابدلها بابريكا مدخنه او عاديه، وملح وفلفل اسود بس، ولا بحط ميه ولا بحط مرقه ولا بحط اي حاجه، هو بيتشوح عندي بياخد طعم خطير. صدور فراخ مشويه بالليمون حلوه قوي قوي وطعمها مختلف عن التتبيله التقليديه، دايما بنتبلها ميه بصل ملح وفلفل ونشويها، لا الليمون مع الفراخ في الوصفه دي هيدي طعم حلو قوي. كيلو صدور دجاج، انا قطعت الصدر على 2، عايز اقطعها على 3 مفيش مشكله، بس انا عايزه احس ان انا باكل فراخ، في لحم عندي مش رقيقه لاني مش عاملها بانيه، فالصدر يتقطع على 2 3 بالكتير قوي. فاصوليا خضراء هدخلها في الوصفه دي، هشوحها بعد ما اسوي الفراخ فتاخد من طعم التحمير اللي في الطاسه، اخد بعد كده نتيجه خرافه. بقدونس مفروم، شويه بقدونس كده للتزيين، عايزه تتبلي بيه مفيش مشكله بس مش عايزاه يسود. عصير ليمون فريش، وضروري تستخدمي ليمون فريش، ما تستخدميش عصير ليمون المعلب ابدا في الوصفه دي. زيت زيتون، زبده، ثوم، بابريكا، ملح وفلفل اسود، مقاديري اسهل من السهوله اللي حبايبي اللي اتصلوا بيا، كانت مكالمتين وكان جه قبل كده لو تفتكروا ناس كتير سالت على موضوع الاكل الصحي مش شرط يبقى مريض سكر، بس الفكره ان انا عايزه اكل حاجه طعمها حلو، مش عايزه ان انا ادخل في نطاق ان انا باكل بس مشوي، باكل مسلوق، الرز مش عارفه اكله، لو انا من الناس اللي بتحب الرز. فلقيت ان موضوع الارنبيط ده بصراحه حلو جدا جدا. طيب انا عندي شويه زيت كده بسيط، عايزه تستخدمي سمنه بلدي مفيش مشكله، يعني ما تقلقوش، انا عندي